دلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل للحراره نهارا على القاره الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشماليه، حارا على شمال الصعيد، شديد الحراره على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبروده على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد. في النهارده نشاط رياح على كافه الانحاء بتكون مثيره للرمال والاتربه على المناطق المكشوفه في القاهره الكبرى، ومثيره للرمال والاتربه على شمال وجنوب الصعيد. كمان في فرص امطار خفيفه قد تكون متوسطه على السواحل الشماليه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على تليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. طبعا احنا النهارده عندنا عيد القيامه المجيد، وبكره شم النسيم، فطبعا احنا الاجواء لازم نعرف اجواء الطقس ايه علشان الناس هتبدا تخرج النهارده وبكره بشكل كبير. طبعا كل سنه والمصريين بخير يا رب. احنا بنتاثر اليوم بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده هيعمل على وجود سحب منخفضه ومتوسطه على مدار اليوم، فهتساعد في حجب جزء من اشعه الشمس، فبالتالي هتساعد على انخفاض قيم درجات الحراره عن الايام الماضيه، رغم ان الايام الماضيه قيم درجات الحراره كانت اعلى من المعدلات بحوالي درجه درجتين، وكانت الاجواء ربيعيه حاره فتره النهار، لكن النهارده كمان هيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره عن الايام الماضيه بمعدل من درجتين لثلاث درجات. اليوم العظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار هتكون 28 درجه مئويه، فبالتالي اجواء ربيعيه مائله للحراره في القاهره الكبرى ومحافظات الوكفاء البحري ومحافظات شمال الصعيد. اجواء معتدله تماما في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، أجواء شديدة الحرارة أو ما بين الحارة الشديدة الحرارة في الأماكن الموجودة في جنوب الصعيد. ده بيكون كمان في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي، لكن فترة الليل مع الغياب أشعة الشمس بيحصل طبعا انخفاض قيم درجات الحرارة بالفعل. صغرى فترة الليل متوقع أن هي تكون 17 درجة مئوية، وده بيكون أكثر في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، لأن الوقت ده اللي بنسجل فيه أقل درجة حرارة على مدار اليوم كله. أجواء فترة الليل هي أجواء مائلة للبرودة في معظم المحافظات، وخاصة كمان المحافظات الشمالية أو المناطق اللي تبقى ليها ظهير صحراوي بشكل كبير أو المدن الجديدة. لأن اليوم كمان متوقع أن يكون في نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهورية. نشاط الرياح الموجود ده الأول هيساعد أن هو يلطف الأجواء ويساعد أن احنا نحس بقيام درجات حرارة. احنا نشاط الرياح ده هل يكون فيه محمل بالرمال والأتربة، يعني رياح مثيرة للرمال والأتربة، لأن ده هيبقى صعب طبعا الخروج فيه لو الأجواء كده؟ بالفعل هيكون محمل بالاتربه والرمال المثيره، لكن مش هتاثر ان احنا نستمتع بالاجواء ان شاء الله، لان هيكون في بعض الاماكن بس المفتوحه او المكشوفه في القاهره الكبرى اللي هي لها ظهير صحراوي او المدن الجديده، بعض الاماكن كمان من شمال محافظه البحر الاحمر، وبعض الاماكن من جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد، في الاماكن اللي هيكون عليها اتربه ورمال مثاره، لكن مش هتاثر ان احنا نستمتع بالاجواء، نقدر نخرج بس نكون بحذر. لو احنا مرضى حساسيه صدريه او جيوب انفيه يبقى في كمامات معانا لو حسينا بوجود الاتربه والرمال المثاره ممكن نرتديها. بالاضافه كمان المنخفض طبعا الجوي الموجود معانا في طبقات الجو العليا بيأثر بشكل كبير على الاماكن الساحليه، فاليوم ايضا في فرص لسقوط الامطار في مجملها خفيفه، ممكن تزيد عن الخفيفه في بعض الاماكن وتصبح متوسطه. اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري دايما الامطار بتكون على فترات متقطعه من اليوم، وبتبقى منطقه دون الاخرى ومفيش منها قلق تماما، مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، بل بالعكس خلينا نستمتع اكثر بالاجواء الربيعيه المعتدله فتره النهار في اغلب المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط. طيب احنا بكره شم النسيم، احنا عاده البيوت المصريه كلها بتقول لك احنا نبدا نغير الهدوم الصيفي بشكل كبير بعد شم النسيم، هل فعلا نبدا نعمل ده حتى لاولادنا الاطفال؟ احنا لسه مكملين في ان قيم درجات الحراره فتره الليل منخفضه على الاقل لمنتصف شهر 5، يعني فتره النهار مش هيكون فيها مشكله تماما، فتره الليل هي اللي لسه هيكون فيها بروده. يمكن احنا كمان على مدار هذا الاسبوع صغرى فتره الليل ما بين 17 ل 18 درجه مئويه، وده في القاهره الكبرى، هنلاقي مدن جديده او اماكن مفتوحه اقل من الارقام دي كمان، وهنلاقي بعض المناطق الاخرى اللي موجوده في محافظات الوجه البحري
فيها بروده في الجو، فعشان كده احنا بناكد لو احنا خففنا الملابس فتره النهار وخلاص بدانا نرتدي الملابس الصيفيه، يفضل لو هنخرج فتره الليل او فتره الصباح الباكر تكون قطعتين من الملابس، الملابس الخريفيه مش هنقول حتى ملابس شتويه، بس تكون ملابس اللي هي بتبقى بكم او قطعتين اتنين من الملابس، تجنبا بس لنزلات البرد طبعا، حتى تستقر قيم درجات الحراره، وحتى كمان نبدا نقرب من فصل الصيف اللي هتبدا نسب الرطوبه ترتفع في الجو، فتبدا تخلي نحس بدرجه مفيش الحراره فرق اكتر. كبير في احساسنا بقيم درجات الحراره بين النهار والليل. الاحوال الجويه اللي فيها اعتدال بشكل كبير مكمله معانا كمان لبكره الاثنين وكمان يوم الثلاث ان شاء الله، فنقدر نستمتع بالاجواء، لكن زي ما قلنا بس بحذر شديد، مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه نرتدي الكمامات بس النهارده واحنا خارجين، وطبعا نوعيه الملابس فتره الليل، ونقدر نستمتع بالاجواء في كافه محافظات الجمهوريه. كل سنه وحضرتك طيبه، بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك على المتابعه اليوميه معانا برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، هنبداها من القاهره العظمى 28 صور 17، العاصمة الإدارية 27 16، إسكندرية 23 16، العلمين الجديدة 23 16، مطروح 22 15، دمياط 24 17، بورسعيد 24 18، إسماعيلية 29 17، أسويس 29 18، العريش 24 17، كاترين 24 12، طابة 29 22، حلايب 31 24، شلاتين 34 24، شرم الشيخ 35 23، الغردقة 35 23، الفيوم 30 18، بني سويف 30 18، الوادي الجديد 36 19، أسيوط 33 18، سوهاج 35 20، قنا 37 24، الأقصر 37 23، وأخيرا أسوان 38 24. حبينا نطمن حضراتكم عن حالة طقس الجو معتدل خلال النهارده وبكره إن شاء الله، لكن في بعض الرياح المثيرة الرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والمناطق اللي ليها ظهير صحراوي، نخلي بالنا لو احنا هنبدأ نخرج في مناطق زي دي لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية، نخلي بالنا كمان من اختلاف درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.